اذا راح تشوفوا في الترانسدوسرز في تيرمز بتتكرر كثير بروكسيميتي ديتكشن ورينج ديتكشن. الفرق الاساسي بين البروكسيميتي والرينج، البروكسيميتي proximity detection بس بعمل detection انه في object اذا السؤال اللي بيسأله اللي بنسأله لما نستعمل proximity detector proximity detector بيسأل السؤال هل في object within the prescribed range؟ فالجواب تبع proximity detection راح يكون طبعا بوليان مظبوط اللي هو false او true. لكن لما نسأل بالrange detection او اذا استعملنا range detector هون بنسأل قديش الأوبجكت من السنسر فراح يكون الأوتبوت أو الريسبونس عادة راح يكون أنالوج فاليو. أو إذا الأوبجكت كان أبعد من الرينج راح يكون راح يعطيني أوت أوف رينج. إذا استعملنا بروكسيميتي ديتكتر، بروكسيميتي ديتكتر بيعمل ديتكشن إنه هل في أوبجكت within the range. فمثلا مثال على بروكسيميتي ديتكشن لو أنا عندي خط إنتاج وفي عندي اوبجكتس موجوده على خط الانتاج وبدي اعمل ديتكشن انه هل في اوبجكت في مكان موجود على خط الانتاج او لا ممكن اركب بروكسيميتي ديتكتر فوق. ممكن كمان مثال على بروكسيميتي ديتكتر مثلا اتاكد انه باب مسكر او مش مسكر مثلا فبدي اتاكد فرضا انه في عندي هون باب مثلا لما سكر الباب هذا صار مسكر كامل بدي اتاكد انه هالباب لسه مسكر في عندي بروكسيميتي ديتكتر. البروكسيميتي ديتكتر بس بقول لي انه هذا الباب مغلق تماما او مش مغلق. لكن اذا احنا اجينا اطلعنا على رينج ديتكشن، الرينج ديتكشن رح يكون في عندي سنسر وفي عندي هون اوبجكت رح يعطيني المسافه الديستنس اللي ببعد هذا الاوبجكت عن السنسر او يعطيني اوت اوف رينج. اذا كان الاوبجكت بعيد جدا وما فيش ما لقى اي اوبجكت في المسار راح يعطيني اوتبوت اوت اوف رينج. هاي بتكون نوع من الورنينج او الالارم.